دلال بونجور. هاي تينا، كيفك اليوم؟ تبا وانت؟ رح تعطينا لمحة سريعة عن الوصفة قبل ما نبلش؟ صح، أو نبلش بنفس الوقت؟ لا خلينا هيك لمحة تعرفوا إذا بيكتبوا ولا ما بيأيدوا. يلا اليوم في عنا هيك مثل إذا بدك من سلاد دو كراب، يعني عاملة سلطة الكراب مع الخيار زبيب زيتون يلي بدنا نحطها بقلب فارينات. وشو هي الصوص تبع الصوص؟ هي الوسابي المايونيز والصويا صوص يلي بدنا نمزجهم سوا. هلا بشو بتتميز السلطه؟ بتتميز انه هلا حنحكي على البسكوي المالح يلي بدنا نطحنه، بدنا نضيف له شويه من الجينجر الباودر بالاضافه للزبده، وبدنا نشويهم بالفرن. يعني بدنا نمزج فيهم هول البسكوي ونقدمهم. اما وصفتنا الثانيه تينا فهي الصلصه البيضاء. بعرف انه يمكن صرنا كثير عاملين صلصه بيضاء، بس اليوم بشو بتتميز كمان؟ انه بدنا نضيف لها شويه من البابريكا، شويه من الكاري. على جنب بدنا نلوح شويه من الثوم مع السبانخ، شويه من الفطر الطازه البيكن، بدنا نمزجهم كلهم سوا. وكمان فينا نقدمهم هون بكاسات بصينيه، وكمان بدنا نمزج معهم البسكوي المالح يلي بدنا نشتغله مع الزبده والجنجر. خلينا هلا نبلش نعمل الصلصه البيضه. اليوم بدنا نعمل كميه قليله من الصلصه. اليوم عم نشتغل على لتر من الحليب السائل، عم نشتغل على نص لتر من حليب السائل. واليوم بدي اقول كمان تينا، بدي اقول اليوم للمشاهدين انه اليوم مثل ما بنعمل التشيز كيك المالح، يعني مش الحلو. وقت نقول التشيز كيك نحن عم نحكي على بسكوي. اليوم حبيت اشتغل بالبسكوي المالح يلي طحناه، يلي بدنا نضيف له شويه من الزبده وشويه من الجنجر. كمان بدي اقول انه فينا نشتغل بتارت، يعني نغطي الكعب قالب، يعني اذا ما بدنا نمزجهم سوا بدنا نغطي نعمله قالب، ساعتها نحشي فيه الوصفه اللي نحن بنحبها. لكن بطنجرة على نار حطينا شوية من الزبدة، شوية من الطحين. بدي أقول إنه الكاري كتير بيغير طعمة الصلصة البيضاء، يعني طعمتها بتتغير ولونها كمان. مش رح يغمق شوي؟ إحنا بدنا نضيف شوية من البابريكا كمان. نعلي شوي النار. منعلي النار. لكن زبدة، طحين، ما بدنا نحط كمية كتيرة، نص لتر من حليب السائل، شوية من البابريكا وشوية من الكاري. شو رأيك بلش كمان لنقدر نوصل الوصفتين؟ يعني شو بدك نعمل؟ نبلش نحط شوية من زيت الزيتون. اوكي. هلا عم نشتغل بالوصفة اللي بدنا نمزج. تمشي. هلا شو بدنا نعمل؟ هون شو أول شيء؟ الثوم؟ بدنا نحط ثوم، بيكن. ثوم، بيكن. بدنا نحط فطر، بعدين سبانخ. فطر، بعدين السبانخ. ملح، بهار أبيض. قد إيه ثوم بحط؟ يعني ملعقة إذا بدك. ولا أوكي كافي. ولا مهم إنه ما بدنا الثوم يحترق. هلا بدي أضيف الحليب شوي شوي. وتينا نقول إنه بدنا نضيف شوية من الجبنة، حيلا نوع من الجبنة اللي عنا إياها بالبيت. جبنة مبروشة. مبروشة، موتزاريلا، جريير، حيلا جبنة عنا إياها بالبيت، بنضيفها شوي على الصلصة البيضاء. لكن عم نلوح ثوم، بدنا نرجع نضيف، نحط المشروم. خلينا نبلش بالبيكن. بيكن قبل. اوكي ساعدي كلهم بحطهم. حطيهم. اوكي اليوم بدي اقول للمشاهدين يلي ما عبالوا يستخدم البيكن، هيدي وصفه فينا نشتغلها بلا بيكن اكيد. لكن ثوم، بيكن، فطر طازه، سبانخ. اليوم فينا نشتغل بالسبانخ المجلد مثل ما فينا نشتغل
بالاسباني غطازة. اوكي انا قربت خلص يعني. حلوه ريحة. بدنا نرجع نضيف ملح بهار عبيال وقتا نوضع الفطر والاسباني. لكن انا عم اشتغل بالصلصة البيضة على هيدا المزيج رح نزيد الصلصة البيضة مش هيك؟ صح. وفينا نقدمهم بيجات كبير فينا أو بفيرينات، فينا نضيف لهم المعكرونة كمان عطينا مثل ما فينا نكتفي هون. يوم وصفتنا بشو بتتميز؟ تميز ولا أنا خلصت بدي أضيف شوية من الملح. بدنا ملح بهار أبيض. الفطر كلهم تحطهم أو مش كلهم؟ يمكن كتار. ملح بهار أبيض. هون مع البيكن بدنا ملح أو بدنا نخفف الملح؟ الملح لأنه البيكن مالح. بدنا نحط شوية من البابريكا والكاري. حسن ريحة تبع الكاري. وهون بدنا نضيف شوية من الجبنة. حلوة البشاميل. بعدني أنا بالصلصة البيضاء. خلصت الصلصة. شو هيدي السميكة اللي بدنا إياها؟ بدنا إياها سميكة. ما بدنا إياها كثيرة. أوكي، بتكون رخوة. لاحظت إنه حتى ما حطينا كثير يعني. بدنا نضيف السباني على قد ايه بحط؟ نصهم يمكن كمان لما سريع اكثر. لكن خلينا نرجع نعيد هيك سريعا قبل ما انتقل انا لوصفتي الثانيه. بدي اقول انه اليوم اشتغلنا بالصلصه البيضاء يلي تميزت بالكاري والبابريكا شويه من الجبنه. وتينا على جنب عم بتلوح الثوم، البيكن، السباني، الفطر الطازه، الملح تينا والبهار الابيض. ما حطينا بعد بقى. ايه ملح وبهار. وبشو بتتميز وصفتنا؟ وصفتنا بتتميز بالبسكوي المالح يلي طحناه تينا ويلي ضفنا له شويه من الجنجر باودر اذا ما عندنا وقت نشتغله مع شويه من الزبده. دعكناه ودخلناه على الفرن طلع هيك مثل ما هون عم نشوف. هلا بدنا نرجع نضيف ملعقتين من البسكوي. نرجع بدنا نمزج مزيج السبانخ اللي عم نشتغله على نار مع الصلصه البيضاء وبدنا نزيدهم تحت. بدنا نزيدهم بس بدهم يمكن بعد دقيقة. وبدنا نرجع نعبي فيهم مثل ما هون عم نشوف الفارينات. أما وصفتي خليني هيك كمان أخبر عنها. اليوم حبيت أشتغل لكن اما انا فعم بشتغل اذا بدك سلطه فينا نقول سلطه بس كمان بتتميز بالبسكويت اللي بدنا نحطه عليها. واهم شيء انه بتتميز بالصوص. من شو معمول الصلصه؟ خلينا هيك نرجع نذكر، يمكن في كثير من المشاهدين بيقولوا لي احنا ما بنحب السلطه مع المايونيز، يعني بسمع كثير هيدي الجمله، بقى اليوم بدي اقول انه فينا نخفف المايونيز، يعني فينا نشتغل بملعقه من المايونيز مع شويه من الصويا صوص، شويه من الوسابي. بدنا نمزجهم كلهم سوا. بما انه وقتنا صار قليل نزيد هولي على البشاميل. بدنا نمزجهم كلهم سوا. هلا بنمزجهم بعدين. بدنا نرجع نمزج شويه من الكراب. هيدي وصفه فينا نشتغلها كمان مع التونه بتطلع طيبه.
شوية من الخيار. هون فينا نضيف التفاح، الأفوكا، شوية من الزيتون يلي ما بحب الزيتون أكيد في ما يشتغله، شوية من الزبيب، ما بدي أنسى السمسم. السمسم كتير بيلبق على الكراب، حلو السلاد. لكن نرجع منعيد أنه ضفنا الكراب، شوية من الخيار، فينا نحط شوية من التفاح، مثل ما هون عم نشوف سمسم، زبيب، بدنا نمزجهم كلهم سوا، وبدنا نضيف عليهم الصوص، الصلصة، وبدنا نرجع نغطي وصفتنا بشوية من البسكوي المالح اللي دخلناه على الفرن. عظيم. رح ناخذ وقفة مشاهدينا ونرجع بعد شوية تيستينج.